بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اذهب اللیل مسلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضیاءه وآتاني نعمتا. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآسب وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فأعرف. اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقز لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. صل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.